وعن هبته. نعم. تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. رضي الله عنه. وقد طلبت مرة ثانية أنت عن ابن عمر. لا. عن ابن عمر. نعم. مرة كنت أقرأ على شيخنا محمد تقي الدين الهلالي، وكان جزاه الله خير كان يصحح كثير، فقلت قال ابن إسحاق، قال يا أخي آذيتنا. الشيخ قال آذيتنا، لأنه يعني ما يقدر يصبر على خطأ مثل هذه، يقول آذيتنا فلا تؤذي الناس. شكرا.